المدرجة في جدول الأعمال هي موافقة المجلس على اقتناء قطعة أرضية ستضاف إلى قطعة أرضية أخرى تم اقتناؤها في وقت سابق بخصوص إحداث مركب سجني. أنا كان بودي صراحة أنني نجاوبك بحكم المسؤولية اللي عندي داخل المجلس، أنني نتكلم معك ونجاوبك بالمسؤولية، لكن للأسف هذه النقطة لم تناقش بالمرة. ما سبقش لنا جلسنا في اجتماع رسمي مع السيد الرئيس أو لا مع المسؤولين في المكتب وناقشنا هذا الملف، فبالتالي احنا بحالنا بحال جميع المواطنين كنسمعوا مجرد كنسمعوا انه المجلس سوف يحدث سجن يعني مركب سجني، واش هذه هي المشاريع اللي كيتسناها المواطن؟ مجموعه ديال الامور، هذا الشيء اللي تاروه الاخوان ديال مجموعه المنابر الاعلاميه على كون يعني ملاحظات حول تدبير الصفقه واللي منسى يتم يعني تفويتها، ما عندناش يعني حتى شي معطى. كان بودي انني ناخذ الكلمه ونتكلم على هذه النقطه كما نتكلم على جميع النقط، ولكن للاسف المنهجيه ديال الاشتغال، طريقه تعامل الرئيس مع المنتخبين مع الناس اللي عندهم مسؤوليات هي دون المستوى، وهو يقود الجماعه الى الهاويه.